السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا فيديو جديد، الكوراسيرا اللي هي التاسك فيلا 8002i. تمام، كيف انا نحط لها الاي بي وندخلها على الشبكة؟ طبعا خطوات تبعوها معنا بسيطة جدا. اول شيء نضغط على اليوتيليتي، تمام، ونضغط على الشاشة الثانية، هنا نلقى حاجة اسمها سيستم نتورك. طبعا هنا هندخل اليوزر نيم والباسورد، طبعا الماكينة رقمها 8002، اذا ناخذ 8000، اذا اليوزر نيم 8000 والباسورد 8000، تمام، ونضغط اوكي. اوكي، هنخش هنا على النتورك اللي هي اول وحده فوق على اليسار، وبعدين نخش على حاجه اسمها نتورك سيتنج اللي هي وايرد نتورك سيتنج، تمام، ندخل عليها، تمام، وبعدين نخش على اول وحده اللي فوق اللي هي تي سي بي اي بي سيتنج، تمام، وبعدها تدير تشينج هنا طبعا اللي هي على اليمين، تمام. واول حاجه نديرها طبعا هذه ضروري نديرها اللي هو الدي اتش سي بي نديرها اوف، تمام، وبعدها اوتو اي بي نديرها اوف وندير اوكي، وبعدها نجي شنو، نجي للدي ان اس سيرفر ونحط الدي ان اس بتاعي انا، تمام، اللي هو البرايمري دي ان اس، تمام، عادي براحتك تبي تحطها 192 168 01 او 11 حسب الشبكه اللي عندك. انا اللي عندي الشبكه تشتغل على الرينج 192 168 01، تمام، وبعدها شنو، نجي الاي بي ادرس نكتب 192 نقطه 168 نقطه 0 170. طبعا ليش نضرب في الارقام العاليه؟ باش مرات عندي اجهزه كمبيوتر واخذ الارقام البدائيه اللي هي لو عندي راوتر يوزعهم، فديما نضرب شنو الطابع نعطيه رقم عالي 255 دوت صفر اللي هو السبنت ماسك، والديفولت جيت واي 192.168 دوت 0.1، تمام، اوكي. هنا نضغط اوكي 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 اوكي، تمام. هنا باش نثبت الاي بي ضروري نطفي الماكينه ونولعها، نطفي الماكينه من الباور بوتن هو زر التشغيل، ونرد نولعها مره ثانيه وننتظر شوية. طبعا هني ضروري نديرها باش الاي بي الماكينة اللي طبعا المينولتا تختلف، المينولتا عادي نقدر في بعض الموكين ما نطفينش، لكن بالنسبة للكوراسيرا ضروري نطفيها نولعها باش الاي بي يثبت في الماكينة ونقدر نستخدم مع الشبكة، وطبعا ننزل السوفت وير من الانترنت ونقدر نعرفها امور 100%، تمام. طبعا نستناها تولع شوية، هنا تاخذ طبعا تايم باش تولع الماكينة. نخش على اليوتيليتي من ثاني باش ناكد على ان الاي بي تمام 100% زي ما انا حطيتها، نضغط على ثالث بطمة على اليسار اللي هي اوكي هذه اللي جنب الصفرة، تمام، ونخش برضو نرد نضغط على السهم اللي لوطه، نخش على حاجة اسمها سيستم نتورك وندخل اليوزر نيم والباسورد، اليوزر نيم 8000 وندير اوكي والباسورد 8000، حط 8 3 0 وندير اوكي وندير لوجن. خشوا على النتورك اللي هي اول وحده على اليسار، ندير عليها ديتيلز ونضغط على الوايرد نتورك سيتنج ونضغط على تي سي بي اي بي سيتنج، ونخش نلقى ان في تشينج نلقى ان الاي بيات اللي انا خزنتهن تخزن 100%.